شكت روحي ويا ما نده القلب شرياني وجروحي تنده إلك يا رب ببكوتي ونوحي تهون علي الصار روح يا ريحان سلم أحباب القلب لا لا ولا لا يا بلا لا نقول الله الله أكبر يا وطن اسمك مطرس بالذهب والفضة الله أكبر يا وطن يوم الوغى ننده نقول الله الله أكبر يا وطن اسمك مطرس بالذهب والفضة ولا توب الردى لنها بالعدا ولا توب الردى إلا العالي بعلا الله 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 يوم الوغى ننده نقول الله لا لا ولا لا يا بلا لا شامي بين الرجالة بالفارس حارس على بابك غالي بغلال عيون طهر وصل اطرابك يوم المحن منصور الله اكبر يا وطن بابك غالي بغلال عيون طهر وصل اطرابك يوم المحن منصور ولا توب الردى لنها بالعدا ولا توب الردى إلا العالي بعلا الله 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 يوم الوغى ننده نقول الله يا ما شكت روحي ويا ما نده القلب شرياني وجروحي تنده إلك يا رب ببكوتي ونوحي تهون علي الصار روح يا ريحان سلم أحباب القلب بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم يا كاشف الأسرار يا رب يا كريم أنت يا رب من عندك تكشف الأسرار يا رب يا ميت أهلا وسهلا بأم حسان وأم حسين يا ميت أهلا وسهلا فيكم الله يبارك فيك ويطول بعمرك يا رب طيب يا ست نايمة يعني نطمن بالنا وإن شاء الله على يد الله ثم يدك بينكشف المستور وبيظهر الغياب كله بإذنه وإرادته بإذن الله لا إله إلا الله محمد رسول الله طيب هلأ شو نعمل؟ شو نساوي؟ أول باشتان بتجيبولي شي من أثره واتركوا الباقي على الله ثم علي أثره؟ إيه أثره جيبولي شي خيط من قميصه خيط من شرواله لك خيط من جلابيته يعني أي شيء إيه بس الزلمة غاطط ومو مبين وما منعرف وين أراضيه معقول يعني إذا بده يغط بياخذ كل أواعي معه معقولة خلص بكرة بإذن الله بيكون عندك أثره على بركة الله يلا بالإذن قاعدين يا جماعة مو من نروح نجيب لك أثره للولد ايه باذن الله الله معكم وان شاء الله قلنا جات وراحت كثير لعن جلاله يا ميت اهلا وسهلا الله يسلمك الله معكم مع السلامه بامان الله الله يخليك الله يا معكم رب يا حبيباتي السلام عليكم ديروا بالكم وعليكم السلام وعليكم السلام الله معكم
يا ترى لمعت عملت اللي سحر إلي كمان حتى ما أجي أولاد وتضل تهتني كل العمر؟ ما بستبعد. يعطيكم العافية. هلا خالتي. هلا خالتي. السلام عليكم. السلام. شرفوا تفضلوا شرفوا. بشري خالتي. والله يا خالتي الحرمة وعدتنا خير ودقت على صدرك. ايه الحمد لله. وطلبت منا شي من قطر طلال. شلون يعني ما فهمت هاي؟ يعني خالتي هيك بدك تاخد كم خيط من صدريته من شرواله واللي منه لك خالتي. ايوه يا خالتي نحن وين واغراضه وين؟ هلا كونوا انت وياه اصحاب مو نسيان شي واعة من اواعي عندك. لا هلا ما بيلتقى ولا واعة من اواعي عندك بالاوضة؟ يا خالتي طلال لما كان يجي لعندي كان يجي باواعي ويروح باواعي وبعدين اخر فترة انا ما عاد شفته يعني قبل ما يختفى بشي 3-4 شهور ما عاد شفته منه. والعمل هلا خالتي لك يا جماعة بدنا قطر لطلال مشان الله. خلاص خالتي انا بحلها. شلون؟ خلاص انتو خلوكن هو وانا ومحسن رايحين وراجعين. بس لا تطولوا علينا. ايه لا لا ما منطول. خالتي محسن اعملي حسابك بتنامي اليوم عنا هون بالمالكاني. على خير يا ابني. ايه خالتي شو بدي اقلك؟ بتخلي صبوح يطلع خروف فتي من البايكة بيذبحوا بينطفوا بيسلخوا بتحضروا لنا اكل. ماشي؟ ماشي. بصير خير خالتي بصير خير. شرف محسن. شرف. الله معكم. موفقين ان شاء الله. ان شاء الله يا رب. ان شاء الله ربي الله يوفقهم ويجيبوا لنا قطر من طلال. امين. شوف هي شو حلوه. حلوه كثير. حلوه مو هي؟ في وحده ثانيه هي حلوه. حلوه هي احلى من هي. لك معقوله يا ام طالب انتم تستنوني حتى تستشيروني بقضيه حريميه انتم بتفهموا فيها ولا بدها مدبر حلبون؟ يعني جيبوا كم بنت تساعدكم بالخياطه وصلى الله وبارك. ايه بزمتي فكره. اي والله عن جد شلون ما خططت له من زمان وهلا ما صار شيء. ايه خلص معناته بنقول لرفقاتنا يجوا يساعدونا. والله جبتيها يا مال الشام البنات كثير شاطرين وايدهم خفيفه. اعملوا اللي بدكم اياه يا ابي المهم خلصوا التفاصيل بسرعه وفرحوا قلوب العباد. خلص يا ابي طمن بالك. معناته يومين ثلاثه بالكثير بيكون كل شيء جاهز. الله يرضى عليكم ولا يحيشكم الا لوجهه الكريم يا حق. ولي على قامتي يا ابو طالب طلع في عنا ناس بالحاره مخبايه ببيوتها وما حدا بيعلم فيها غير رب العالمين. شي في حريم ما بتغير ثيابها الا من العيد للعيد. معقول؟ الله وكيلك سأل بناتك. اي والله يا ابي حتى اذا مالك مصدق في حريم اللي اليوم اخذنا له مقاسات كان مبين جسمه. الله اكبر الله اكبر. اي والله يا ابي حال الناس بهالايام ببكي الحجر. يا لطيف اللهم لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. ولي على قامتي ايش بده يكون حال الناس بعد سنين الحرب اللي اكلت الاخضر واليابس؟ عم طالب اسمعيني منيح وانتو يا بنات من اليوم ورايح ما بقبل اي حرمه عندنا بحارتنا تحتاج اي شيء حتى لو كان لبن العصفور. تؤمر ابو طالب. انت وبناتك مسؤولين على الشيء فهمتي؟ طمن بالك ابو طالب. بامرك يا ابي. وبتتفقوا بينات بعضكم يا ابي تعملوا زيارات للاهالي اسبوعيه شهريه الذي منه وبتشوفوا شو متطلبات الحريم وشو احتياجاتهم وبتسجلوها على دفاتر. ماشي؟ حصل يا ابي. ربي يرزقك ويعوضك عن كل قرش بعشره. الحمد لله يا ام طالب الحمد لله على كل شيء. بتعرفوا يا بنات انا قبل ما استلم الزعامه الله منعم علي ومفضل وكنت زكي على اموالي باني ساعد الفقراء والمحتاجين طبعا حسب الراحه بالعسر واليسر. لكن بعد ما استلمت الزعامه اختلف الوضع كتير. صرت أنا مسؤول عن كل روح عن كل إنسان بهالحارة لأنه بيوم من الأيام رح لاقي رب العالمين ورح يحاسبني على كل شيء وعن كل فرد وعن كل مخلوق بحكمه. الله يطول بعمرك ومخلينا إياك تقبرني. عرفتوا بقى ليش كنت متردد أني استلم زعامة يا بي؟ لأنه الزعامة مسؤولية كبيرة وحمل تقيل حمل عجزت عنه الجبال يا جماعة مو فخفخة وعطسة وتفاخر. معك حق. الله الرحمن الرحيم. شو صار يا لطيف؟ ايه ابنين ابو سمره عمي ابو طالب دكانتنا بشوكتها عم تحترق. لا
مثل ما أقول لك الله وكيلك. شيء فزع الحارة، فزع الحارة شهيك. يلا حاضر. يا أهل الأدوات فزعة، يا أهل الأدوات فزعة، فزعة لدكان أخوك المخيم. جيرنا على هالخبر. والله شغله بتحط العقل بالكف. والله امي معقول يكونوا الامايش اللي اخذوا مقاساتهم راحوا بهالحريق؟ لا يا لطيف، بيكونوا اهل الحاره طفوا لهالحريق. يا ماما وين الامايش؟ يي مزبوط كانوا هون. شو ما في انت وياه، يعني وين بدهم يكونوا؟ راحوا بيكونوا بشي غرفه من الغرف. انا ما نقلت شي على الغرفه يا ماما. ولا انا. وقبل شوي كانوا هون. مزبوط. يو يعني وين بدهم يكونوا؟ راحوا. بسم الله الرحمن الرحيم. معقول تكون مريم حاطتهم شي ابني قبل ما تروح على بيتها؟ ما بعرف. لكن بحاجة بقى تجري انت وياها، فوتوا لجوا على الغرف دوروا. يلا اتحركوا. يا امي يا صالحة، مشان الله تعالوا شوفوا. صالحة تعي بسرعة. شوفي بدي شوفي. شوفي لك، شوفي شو ما في. عزبتكن معي انت والمستور عزيزي يا عمي ولز. شو عم تحكي يا عمي؟ البيت بيتك وانا وبنتي بخدامتك لحتى تطيب وتصير مثل الحصان. سبحان الله على هالدنيا يا عمي ولز، شلون عم تمروا؟ لسه امبارح عزيزي كانت صغيره وعم تركض ورا امها بالبستان، ما شاء الله صايره صويه. لكن يا ابني ما حدا بيضل صغير. ايه سبحان الدين، مع انه امها كانت بعز شبابها وبقوه العسكر. الله يرحم ترابها. الموت ما بيعرف حدا يا ابني، لا بيعرف كبير ولا بيعرف صغير ولا بيعرف قوي ولا بيعرف ضعيف. صحيح، الحق معك والله يا عم عبدالعزيز. شوفي لك طالب، لا شوفي
سرقوا القمايش وحاولوا يقتلوا اخي طالب يا ابي. شو؟ مظبوط؟ احكي. مظبوط مظبوط. الله اكبر الله اكبر. هلا شوي طولي بالك علي. بشر يا اخ بشر. صار كل شيء بدي اياه. احكي لي شو صار؟ دكان ابو شوكه احترقت كلياتها، ما بقي فيها شيء. وابن الحرام شو صار فيه؟ كنا مشلوشين بالحريق، ما بعرف شو صار. شو يعني؟ رح يجينا الخبر السار الليله. معقول؟ معقول لهلا ما سمعت صوت نواح؟ ما سمعت صوت بكي لهلا؟ رح تسمعي يا لمعات، رح تسمعي، ورح تسمعي كمان عويل ابو دب وسطان لقاسيون. وما قلت لي هالحوا شو كان رايهم بفزعتك على الحريق؟ لك تسلمي لي على الافكار هي، تسلمي لي انا. تربايتك يا اخ. اكيد هذا متحف، اكيد جايب لنا خبر عن ابن هالحرام. ان شاء الله يا رب. بشر بشر يا مدحت. الأقمشة صار بحوزتنا يا آغا. والولد يا مدحت؟ الظاهر خاب الضرب يا آغا. شلون؟ الولد يا كان برا البيت يا كان برا سريره. شو يعني؟ جاءت الأرض بلعته؟ ما بعرف يا آغا، الشباب خبروني إنه زرعوا الخنجر مطرح راسه. إيه؟ ولا طلع لا نواح ولا ولويل من البيت. حاصله؟ ما بعرف يا آغا. أقص عليك أقص أقص. طول بالك يا أخ، طول بالك وطي صوتك الليل بودي. لك شلون أهدى؟ شلون أهدى وفشتوا بالأمر الأهم؟ شلون؟ يا أخ معليش معليش، جايات أكثر من الرايحات، أحسن خير. أنا خير هذا؟ أنا خير؟ إذا كان الخيبة عم تجر وراها خيبة أكبر. كل شي بيتصلح، كل شي بيتصلح يا أخ. لمعات لمعات، الوقت ورانا مثل السيف، إذا ما قطعنا بيقطعنا بيقطعنا. معلش معلش معلش. أحيا باح يا عرق التفاح، إجا العصفور ليتفطر، لقى إبريق فضه خطف وطار. هي عيونه وهي شعراته وهي أنفه وهي تمه وهذا طلو بين صغير ودب الليل. شو تقبرني؟ عسيت ولا لعبك لعبة تانية؟ لا ما عسيت لعبي من لعبة تانية. هي تكرم عينك. طيب شو بدنا نلعب؟ لعبة العصفورة. ايه؟ جاهز؟ جاهز. يلا. عصفورة طيري طيري. مين بده يجينا بهالوقت؟ خليكي تقبريني انا بفتح. شو وقتها هي؟ تفضل ابو طالب تفضل. شرف. وينه طالب؟ طالب اجى ابي اجى ابي. شو بك؟ شوفي شو صاير ان شاء الله فهمنا. خير ان شاء الله. الحمد لله يا عمي. عمي الحمد لله. خير شو قصة عمي؟ باين عليك مزرع. شوفي هلا شو قصة يا عمي؟ منيح اللي نام عندكم، كان راح اقتل. شو؟ ريتو الموت لقلبي ولعيوني وطالب ما ينخمش ضفره. مشان الله يا ابي احكي شوفي. قولي على قلبي، مو حوينته هالولد؟ مين بده يقتله يا ابي ولسه ما فرحنا بقومته بالسلامه؟ مين؟ عمي فهمنا شو القصه. اللهم لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. الحمد لله الحمد لله. الحيوان اللي فشل بقتل ابنها النجس بتصفوه بتدفنوه بسفال المالكانه. بامرك يا اغا. الشيء الثاني، بكره من الصبح تنزلوا على دكان ابو شوكه الخياط وبترجعوها مثل ما كانت واحسن. حصل.
كان ابنه، كان كسر ظهره وهد حيله. رح نهد حيله يا أخ، وحياتك لنهد حيله. كيف يا لمعات؟ كيف؟ أكيد هلأ صار يحسب ألف حساب بعد الفصل اللي صار. ولو حسب ألف حساب، إحنا كمان عنا مية باب وباب. لازم يبقى مشلوش وضايج ومشتت الأفكار حتى يعرفوا بالمحافظة والحوش اللي حواليه إنه ما نخرج يتزعم ولا على إنجاج. وحياتك يا أخ، وحياتك ليصير كل شي بتتمناه، رح يتنفس كل شي بدك اياه، ورح تصير انت زعيم الحارم، لانك انت زعيم ابن زعيم. لازم اروح اشوفه لأسعد، ضروري ضروري يا اخ. وانت كمان خليك عم تترددي لعند حرمته. ولا يهمك، ببالي يا اخ. احترامي سيدي الزعيم ابو طالب. اهلا اهلا ابو طالب، مسيك بالخير. اهلا وسهلا، مساء الخيرات، تفضل. خير ابو طالب، كانك مو على بعضك. وصل البلة ثاني حمدي يا فندي لجوات بيتي. يا لطيف، لذلك ما عاد ينسكت عن شيء بنوب يا حمدي يا فندي. صدقني ما قاعدين وشغلنا الشاغل موضوعك يا ابو طالب. على كل حال مشكورين على الشيء اللي عملتوه يا حمدي يا فندي، وعم تعملوه وعلي راح تعملوه. بس أنا عم بحكي عن شيء تاني، شيء تاني حصل اليوم جوات بيتي، مشان هيك قلت لك ما عاد ينسكت عن موضوع بنوب. خير يا أبو طالب؟ أولاد الحرام يا حمدي أفندي فايتين على بيتي وسارقين الأمايش. يا لطيف، وفوق هالشي محاولين قتل ابني وحيدي كمان؟ أي نعم. وطالب؟ الحمد لله ما فيه شيء، لأنه كان زيارة ببيت أخته والله نفذه. الحمد لله الحمد لله. المهم أمور يا أبو طالب، الشي بدل على انه الفاعل واحد والهدف من وراء هالشي واحد اللي هو انا. اكيد. وبتعرف شو سبب هالشي؟ شو هو؟ تعطيل عملي وواجباتي اللي كلفتني فيها الحكومه والناس الدرويش. وبرايك مين له مصلحه بهالشي اللي عم بيصير عنا؟ والله الشي اللي عم بيصير عنا انتم لازم تعرفوه يا حمدي افندي. ممكن يكون جناب الفرنساويين اللي عم بنحكي عنهم هاليومين هذول. حمدي افندي الله يرضى عليك، نابلة الفرنساوية كلمة مطاطة كتير. لازم تلاحقوا الفاعلين على وجه السرعة، لأنه هذا الشيء بيهدد حياتي وحياة عيالي من جهة، وبيهدد أمن وسلامة الحرم من جهة تانية. رح نعمل كل جهدنا يا أبو طالب، وأكيد الاعتداء عليكم اعتداء علينا كلنا. عليك نور يا حمدي أفندي، لذلك الله يرضى عليك بدكم تتحروا عن الموضوع بأقصى سرعة. بأمرك يا أبو طالب، أنا وعدتك ورح أوعدك مرة تانية وأكد لك خلال أيام قليلة رح يكون الفاعل بين إيدينا. ولازم تحط ببالك المستهدف الأول والأخير من هذا الموضوع هو أنا الزعيم أبو طالب الأنواتي، لأنه مقترح كسوة الخلائق هو مقترحي، واللي احترق هو مقترحي قبل الأمايش وقبل الدكاكين وخلافه. معك حق يا أبو طالب، وبأكد لك رح نباشر تحقيقات فورا، ومن صباح بكرة رح ننشر كافة عناصر المخفر بالحارة، ورح نباشر كمان بتفتيش أي غريب بيدخل الحارة. بس الله يرضى عليك حمدي أفندي، بدون أذية وإهانة، لأنه هذا الموضوع بينعكس علي أنا شخصياً. بصير خير يا أبو طالب. حمدي أفندي، أنت بتعرف معزتك عندي من لما أجيت على الحارة كرئيس مخفر وكصديق ودود ومحب ومحترم. ولو يا أبو طالب، أنا اللي بعرف. مزبوط يا حمدي أفندي، بس هذا شكل وذاك شكل، وكله بكوم والنزلة على بيتي ومحاولة قتل ابني للمرة الثانية على توالي بكوم تاني. معك حق يا أبو طالب. شوف يا حمدي أفندي، ولا تواخذني بالكلمة، إذا خلال مدة معينة ما بيّن معكم شيء أنا مضطر أني وصلها على المحافظة، وهذا الشيء لا أنا بريده ولا أنت بتريده، لأنه مو لصالحك أنت خص نص. عم تحكي درر يا أبو طالب، بوعدك مرة تانية خلال فترة وجيزة يكون فاعل بين إيدينا. أخ يا حمدي أفندي، نزلة الأندال على بيتي ما بيطفي ناري غير شوفهم بين إيدين العدالة وبالقريب العاجل. تؤمر أمري يا أبو طالب. أنا إذنك. ما ضيفناكم شيء؟ لك عم بقلك انداس على حرمة بيتي وحاولوا قتل ابني للمرة الثانية، وعم تقلي ما ضيفناك شيء؟ أهلا وسهلا عمي، تفضل. الله يزيد فضلك عمي. عمي أبو طالب ماله هون؟ لا ماله هون، بس أنت مو غريب، فوت. لا لا عمي، أنا بكل الأحوال كنت جاي أسلم على عمي أبو طالب، وبدي أسألك
مفتاح بيت طلال معك يا؟ لا ما معي. شيء ويوم اللي تركتي البيت وطلعتي هيك من دون مفتاح؟ طلعت ودرست الباب وراي. طيب عمي بدي اسألك سؤال. تفضل عمي. طلال له شي واعى شي من حوايجه عندكم هون بالبيت؟ لا ماله. أكيد؟ أكيد، بس ليش؟ بعدين عمي بعدين، سلمي لي على عمي أبو طالب وقولي له إنه عمك حمزة مانو نسيان قصة طلال. يلا خاطرك عمي. مع السلامة عمي، الله معك. تعي تعي، مال الشام؟ تعي يا أمو تعي. لك ليش ما سألتي شو بده بأوعي جوزك؟ سألته، سمعتي بإذنك شو جاوبني؟ والله أسئلته غريبة عجيبة، والله وغوشني يا أمي. والتاني أبوك يطول عند أختك مريم، ما كان يعرف يجي لهلأ؟ هلأ ما بقى إلا يجي إن شاء الله. لا حول ولا قوة إلا بالله على هالقصة. صحتين وهنا يا شيخ الشباب. الحمد لله، دايما يا جماعة. صحتين. شبعت تقبرني؟ الحمد لله. إيه قوم لك مش عاد تنام عندي جوا. لوين بدك تاخذي خالتي أم عبده؟ بدي نايمو عندي جوا. لا لا الله يخليكي بلاها اليوم انا باخذه بنيمه جنبك. يو الله يسامحك، شو ما بتأمني ينام عندي جوا؟ لا مو هيك قصدي، بس مشان ما يضايقك. لا يقبرني طفل مثل هذا، شو بده يضايقني؟ طيب خلص مثل ما بدك، بس الله يخليكي ديري بالك عليه. طالب بعيوني من جوا، تعا تقبرني تعا. تصبح على خير مرات. كل خير تقبرني. يلا روح. شفت ليش ما بقدر اترك اهلي بهالظروف هي؟ شفت. إيه نحن ما صدقنا قيمته الله بعد اسمه عافاه ورجع لنا اياه سالم غانم، وسمعت بإذنك من أبي كيف نازلين على بيتنا اللي ما بيخافوا الله وسارقين القمايش ومحاولين يقتلوه بعيد من هون. ولولا ستر الله لو ما كان زاير عندي اليوم بالبيت كانوا قتلوه يا حسان، كان راح فيها. أني ما بعرف شو بدي لك يا مريم، الشيء اللي عم يصير مع أبوكي غريب. شفت بعينك يا حسان، شفت وبدك يعني اترك أهلي بهالوضع هاد؟ لك ولد صغير ما عاد يتأمن عليه بيت أهله، والله شيء بجنن، والله شيء بجنن. لك مين له مصلحة بالشيء اللي عم يصير؟ شو الغرض وشو الدوافع والأسباب من هالشيء؟ ليش أنا مبسوط إنه يكون وحيدي بعيد عني؟ بس للضرورة أحكام يا بنتي، وأنا خايف يعيدوها مرة تانية ويغدروا فينا ونحن بهالطوشة واللوشة. بس والله رح نشتاق له يا أبي، ومتعودين عليه كمان. بعرف يا أبي بعرف، بس بدنا نتحمل شوي حتى نعرف مين وراء هالبلاوي الزرق اللي عم تنزل علينا. بعدين وين القصة عليك فشختين؟ إمتى ما حبيت روح اطمنوا عليه وشعبه. قتلوك يا حرام،
قتلوك الجبنة الأندى ولك وصلت معك للخيال يا واطي، للخيال يا جمال، للخيال. الله يسامحك يا حسن، تاركنا لوحدنا بهالمعمعة والمصايب عم تنزل علينا من غامض علم، مع انه كان المفروض من اول مشكلة يحقق بالموضوع يشوف شغله ويحاول يعرف مين ورا هالمصايب. لو فوق هيك صار بده يجافيني ويصحى من نومه بدون ما يصبح علي. الله يسامحك. طالب يا طالب، وينك انت؟ وينك انت يا طالب؟ وينك وينك؟ ليش لي خالك؟ لا اتفق، تعالوا هون تعالوا هون. ما خليك تمسكيني. لا بدي انسك، تعال هون، تعال تعال. انا فرجي، انا فرجي. ليك تعال هون، تعال هون، تعال. لا اتفق، لا اتفق، لا اتفق. تعال هون، تعال من هون، من هون، من هون، من هون، من هون، من هون. يا مريم ان شاء الله تقبل قلبي. رخيل الصباح ما احلاها رخيل الوش. يا عبي شو ما عليك هالريبو؟ لا ما لي هالريبو، بس انت كبيرة وانا صغير. شو هالطالب هاد؟ سكر سكر على حلو. شو خالتي وينه حسان؟ حسان طلع من بكير. كمان طالع من البيت بدون ما يخبرني؟ الله يسامحه، كل هالشي عم يعمله معي لاني ما عم برضى سافر معه. والله ما بقدر اترك اهلي بهالوضع، والله ما بقدر. ازيك يا قمر؟ ازيك يا شطة؟ ما تسيبني في حالي. وانا عملت لك حاجه؟ انت ما عندكش اخوات؟ نحن عاوزين نتعرف. انت قليل الادب، قلت لك سيبني في حالي. شو بدك من اولاد؟ وانت مالك يا اخينا؟ انا مالي؟ ماشي حنتحاسب، حنتحاسب. متشكره يا محمد. وانا اسمي ألفة. عاشت الاسامي. انت مش مصري؟ انا شامي من سوريا. تشرفنا. يزيدك شرف. أنا لازم أمشي. الله معك. يرضى عليك يا لما تروحي لعند حرمة أسعد وبتشمشميلي الأخبار. تكرم يا عم. وبطريقتك بتمرقي لها من تحت لتحت شو عم يصير بالحارة على دور أبو طالب. هي لا تاكل هم منه. الشغل بدها حركة يا لمعات. سيدي وصل يا أخ، مصري على الباب. خير، شو بده كمان؟ السلام عليكم يا أبا. عليكم السلام، خير؟ شو في؟ شفت نسيبه لأبو طالب فايت على المخبر، فقلت لحالي لازم خبرك. لحاله؟ إيه لحاله. ماشي الحال، روح شوف شغلك. بالإذن يا أبا. لمعات، أجلي لي زيارتك لعند حرمة أسعد لحتى أشوف شو استجد براس سهره لأبو طالب. مثل ما بدك يا اخ. قلنا لحالنا بلكي بيكنه بيهدى وبيترك الموضوع للشرطه، بس الظاهر بده يضل عم يحكوش وينكوش من تحت لتحت، واذا بقي هيك رح يسبب لنا اذيه كبيره ويفوتنا بقصص وروايات ما لنا فيها بنوب. معك حق يا اخ،
لذلك لازم أعرف شو في براسه. أم سلوان أعطيني الطربوش. اجت على رجليها يا نور الدين يا بياع الود، طلعت ما بتستاهل المحبة اللي كنت كن لك اياها، وراح متفخري بيك المحتسب لمر امرك ومر مر عيلتك، وبدل الدموع اللي بكيتني ياهن لبكيك دم. وهذا الشيء اللي عم تحكي عنه وارد ومقبول قانونيا يا سيد حسان. يا حمدي افندي، حتى لو كان في بعض التجاوزات نحن رح نتفق عليهم ورح يصير بيناتنا مشاورات وتنسيقات. بهالحاله هي انا ما عندي اي مانع، وبصراحه خبرتك بهالمجال مكسب لنا، بس يكون كل شيء بشكل قانوني. طبعا اكيد، وانا رح اروح على مكتب امن المحافظه واخذ منهم تفويض بكل شيء عم نعمله. بيكون احسن من هالناحية. ما لك بفهم حمدي افندي. خليك قاعد سيد حسان. خليني اروح على مكتب المحافظة مشان اطلعك على كل شيء بدي اسويه. تفضل. سلام عليكم. السلام عليكم. اهلا اهلا مراد. اهلا وسهلين. اهلا مراد. اهلا اهلين بنسيبنا ونسيب زعيمنا ابو طالب. وين ما حدا عم بيشوفه؟ يا مراد اغا انا بين الايادي. يا سيدي السيد حسان من حرصه على امن وسلامة الحارة قرر يشاركنا بعملية التقصي عن حقيقة الشيء اللي عم بيصير بالحارة كل يوم والتاني. يا سلام يا سلام، هذا هو النسيب المعدل يلي بيرفع الراس. يا جماعة أنا ما عم ساوي شيء، هذا واجبي، وإن شاء الله يطلع بإيدي يساعد. إن شاء الله. إن شاء الله. بالإذن. مع السلامة. الله معك، إصدق معك. مع السلامة. تفضل شرف. بيني وبينك، سيد حسان بينته غيور وابن أصول. وحريص على مصالح وحياة عمه أبو طالب، كما حرصوا على حياة ومصالح أهل الحارة كلها. الله يبارك فيه وبأصله. بصراحة زعيمنا أبو طالب عرف مين يختار. أكيد. يضرب منه لعمه، إذا ما برقصهم على أصابيعي ما بكون أنا مرادا. ما أنجس منه إلا عمه. خلصنا نعيم. بس يا صبوحي قلي ليش ما عم ترضى تحاكيني؟ بس قلي فهمني. ما بدي اسمع. طيب ليش؟ فهمني لك صبوحي. خلصنا نعيم. مشان الخبز والملح تقلي ليش ما عم بتحاكين؟ شو صاير؟ اصلا مو كاسر ضهري غير هدول. ما راح اتركك لك صبوحي لحتى تقلي شو صاير. مشان الله تقلي شو صاير، ليش ما عم بتحاكيني؟ لانك حرامي. حرامي؟ لا لك صبوحي لا لا، انت فهمان القصه غلط. انا ما بسرق لك صبوحي، انا نعيم ما بسرق، وحياة الميمي أنا ما سرقت. لا تكذب. لك يا صبوحي أنا ما عم بكذب، خليني فهمك شو القصة. يا أخي ما بدي أسمعك. لا بدك تسمعني ولازم تسمعني، لأنك عم تظلمني لك صبوحي. لا ما عم أظلمك، أنا شفتك بعيوني. حاجة تقول شفتي بعيونك؟ اللي شفته مو سرقة مو سرقة. أنا ما بسرق لك، أنا ما بسرق لك صبوحي. إيه إيه إيه، شو بكون يا شباب؟ أهلي عمي محسن. شوفي. شرف شرف شرف. أهلا وسهلا. وي شرفنا. شوفي خبروني شوفي. ما في شيء ما في شيء. موضوع قديم. شو هي موضوع قديم؟ عم تكذب علي كمان؟ صوتكم واصل لاخر المالكانه، بعدين كاني سمعت سرقه ما سرقه. ناكته عمي ناكته، رح اعمل لك كاسه شاي. عود. لبقت لي ما في شيء. لبقت لي ما في شيء. انتوا الاثنين بحياتكم ما تخانقتوا مع بعض. وهالمره تخانقتوا وما في بالعاده، معناتها في شيء وشيء كبير كمان. احكوا لي هلا. عمي محسن. أنا راح أحكي لك شو السيرة. نعيم سكر على السيرة. اتركه يحكي. أنا من كام يوم كنت عم عد الغلة، وخطر ببالي إني مد إيدي على الغلة لأني كنت بحاجة مصاري مشان الميمي مشان إخواتي. لك معقول؟ معقول تعدى على الإيد اللي مدت لي أسره وصير حرامي؟ الله يلعن أبو الحاجة. معقول خون الأمانة؟ معقول اقدر بمعلمي ابو العباس سيد الرجال وانا لحم اكتافي من خيره وهو بوقت محنه؟ يا حيف عليك يا نعيم يا حيف. لا لا ولا لا يا بلا لا شبيبي.
الذهب والغاء لنهاب العدا ولا توب الردى لنهاب العدا ولا توب الردى إلا العالي بعلا الله 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 يوم الوغى من دهن قول الله علي الصار فوح يا ريحان سلم أحبابي.